فعلا الأرقام التي أعطتها المندوبية السامية للتخطيط هي أرقام مرعبة نظرا لواحد الوضعية اللي ولات كتأزم واللي كتعرفها جميع العائلات المغرب وهي البطالة. فالأرقام اللي دازت من 11.4 إلى 13.5، ولا بغيت نعطي رقم اللي عطاته المندوبية الآن سنة ديال داز نقول تيما الثالث، أن البلاد فقدت ما يعادل 300,000 منصب شغل وأساسا في القطاع الفلاحي. فهذا كيدل بأنه احنا نعيش واحد الأزمة فريمون واضحة. أولا هذا العدد المهول ديال العاطلين ديال فقدان منصب شغل في القطاع الفلاحي هو مرهون بالشتاء والمطر، فهذه السنة هي السنة الثالثة على التوالي ديال الجفاف. دونك القطاع الفلاحي بدون ماء وبدون مطر ما يمكنلوش يشتغل. دونك عدد كبير ديال الفلاحة ما وظفوش اليد العاملة، الشيء اللي كيشرح انه القطاع الفلاحي هو كان اكبر ضحية ديال فقدان مناصب الشغل، لانه تقريبا هو اللي يعرف العدد المهول، لان تقريبا 300,000 منصب شغل اللي تفقدت واساسا في القطاع الفلاحي كتبعها شوية الخدمات، لان هناك عدد كبير ديال الشركات ديال الخدمات اللي سدت الأبواب أي دارت إفلاس. ثم كذلك القطاع ديال البناء، مازال القطاع ديال البناء ما استرجعش الصحة ديالو العافية ديالو، فالأكثر من ذلك هو الآن كيفقد مناصب شغل. فالبطالة في هذا الفصل الثالث ارتفعت لأمر طبيعي، لأنه كان وصول إلى سوق شغل عشرات الآلاف ديال الطلبة الخريجين ديال الجامعات والحاملين الشهادات. فالشواهد تعطى في شهر يونيو وشهر يوليوز، دونك كيوصلوا للسودان الفصل الثالث ما كيجبروش الخدميه نظرا لنوعيات الشغل عندنا في المغرب. مازال عندنا الشغل اما تقليدي واساس القطاع الفلاحي، ولا الشغل اللي مبني على القوه الجسمانيه بحال القطاع ديال البناء ولا الاشغال العموميه، ولا القطاع الفلاحي اللي مبني كذلك على الصحه قوه. دونك بالنسبه للشواهد هنا اشكال مطروح، كان اكبر مشغل هو الدوله للأسف الشديد. السنوات الأخيرة الدولة ولات كتنقص شيئا فشيئا مناصب الشغل. ثم ثانيا حتى دوك المناصب الشغل اللي كتخلقهم الدولة أساسا اللي ما مسحقاش شواهد عليا بزاف، فمثلا الأمن الوطني أساسا باش يوظفوا عباد الله في الشرطة، وكذلك بالنسبة للجيش، لأن أكبر عدد ديال المناصب المالية اللي تخلقت جات أساسا القطاع ديال التعليم على طريق الكونترات، ما يعادل تقريبا 20,000 منصب ديال الكونترات. ما عدا هذا ديال التعليم ما تبقى أساسا وزارة الداخلية وزارة الدفاع الوطني أساسا الجيش والبوليس اللي ما كيطلبوش شي شواهد عليا كبيرة. لأن الدولة شنو ما يمكن اللي يديرها، كاين إصلاحات جدرية ديال الاقتصاد في البلاد، وهنا ما يمكن لي غير نمشي للتوجه العام اللي كان جا في النموذج التنموي. أي بعدا خصنا نغسلوا هذاك الاقتصاد ونحيدوا منه هذاك الاقتصاد الريح والاقتصاد ديال الامتيازات وتخرج المنافسة. الآن بالنسبة للتجارب الدولة كانت عندنا تجربة ديال السي ان جي ار المجلس الوطني للشباب تقريبا واحد 14 ولا 20 عام مع طوالو. عندنا مشاريع أخرى اللي جات ما يسمى التوظيف ديال الشباب مع مجموعة ديال الإعفاءات الجبائية، كل واحد اللي توظف تال 10,000 درهم ما يكونش خاضع للضريبة. دخلوا المشاريع ديال المقاول الذاتي، عرفوا واحد التطور، ولكن جا القانون المالي ديال 2023 ورفع السعر ديال الضريبة حتى 30% إلى كانت رقم المعاملات كتعدى 80,000 درهم، الشيء اللي كيشرح الآن حاليا كاين واحد الانكماش حتى على مستوى ديال المقاول الذاتي. المهم الشغل في المغرب هو كيبقى رقم واحد. بيان سور كينعكس سلبا في غياب شغل في غياب دخل، لا على المستوى كما قلت قبل ديال الزواج ديال الشباب، دونك ما يمكنلوش يغامر إذا ما كانش عنده شغل قار وما عندوش دخل قار، دونك ما يمكنلوش يغامر في إطار إنشاء نواة عائلية. عندها علاقة كذلك بالسكن، ما عندوش دخل ما عندوش شغل قار ما غاديش يمشي يقتني سكن، وهذا دوالي كان بقاو في الحلقة المفرغة، وكتجي كل مرة الإحصائيات كتنبهنا ولا تقريبا ما بقيناش حتى كنتفاجئوا بها. هذه الإحصائيات اللي كتقول لنا في أغلب الظن أنه البطالة زايدة وكترتفع زايدة وكتمس أساسا الشباب وفص الشباب أساسا الشباب الحاملين للشهادات. وباش نسالي هذه النقطة كما كيقول المثل في المغرب، مش حال ما كان عندك تعليم عالي وعندك ديبلوم عالي عندك حظوظ
كبيره باش تعزز الصفوف ديال البطاله، ماشي باش تعزز الصفوف ديال الناس اللي غادي يشتغلوا.